السؤال الأخير لحضراتكم، الأفكار التي والانطباعات اللي أخذتوها اللي ممكن يتم ممكن تساعدوا الشعب المصري، تساعدوا هذه المنطقة بما رأيتوه داخل مصر بأعينكم وليس عبر تقارير وشائعات. اسمعني، عندما نعود سوف نتحدث مع البرلمان الأوروبي بكل ما شاهدناه أنا وزملائي. نحن سنقول الحقيقة، لن ندعي شيء، سنقول الحقيقة أن مصر دولة، شاهدنا دولة تنطلق بعد فترة من حكم الإخوان المسلمين بعد الكثير من المشاكل. أنا أرى أن الكثير من المصريين ينتقدوا ويقول أنه لا، أن الأمور لا تسير بشكل سريع. أي دولة يجب أن تسير على الطريق الصحيح، وهذا هي البداية. وأعتقد أنكم تنالوا احترام المجتمع الدولي، لديكم رئيس رائع، لديكم رئيس جدير بالاحترام من الجميع. بالفعل أنتم الآن فنار الذي يضيء الطريق للكثير من الدول. لديكم أعمال كما شاهدنا منذ قليل رائعة. أنتم ستصبحوا قوة كبرى مستقرة، شريك قوي ورائع لأوروبا وخاصة لفرنسا. أؤكد لكم أني تحدثت مع زملائي كلما وخاصة في الاتحاد الأوروبي، انظروا على الأرض، سوف نتحدث معهم ونقول لهم انظروا على الأرض ماذا يحدث. نحن أكبر، وسوف نقول لهم أن أكبر مدافع عن حقوق الإنسان هو من يقدم التعليم، من يقدم الطعام، من يقدم السكن، من يحمي الأسر، من يساعد دولته على أن تعيش في سلام وفي تناغم.